وصلت بخير وعلى خير. يلا وصلت الحمد لله والشكر لله، وصلت بخير وعلى خير. خرجت المهم الطريق واخا هكاك ما تعطلتش فيها بزاف. كيعجبني نشد الطريق في الصباح بكري، شو كيكون يلا غادي بدا كيبان الحال. باش كنجي في الطريق بارده، والله الحال بارد ما كاين ما احسن منه. قاعدة حاجه عندي هو نشد الطريق، وكون طنطينه ولا الحراره ديك الوقيته ديال الغدا ما تصيبنيش انا مسافر فيها. غادي نسافر، احسن حاجه هو الصباح بكري تنشد الطريق. صافي باش كنوصل عرفتو انا البنات شي حد كان ضاربو البرد وسلم عليا، من اخري مبقاوش بغا يحبسو ليا من البارح اليوم، من اخري مبقاوش بغا يحبسو ليا من الما كيسيل بزاف. يلا جاني غادي نصوني على الطبيبه ونقول ليها راه تعاديت بلا غريب، شي حاجه باش توقف ليا الماء من نيوفي، حيت البارح شدتني السخانه باللي راه جمعت معاكم سميتو، قلت لكم كانت طالعه ليا السخانه، كانت شادتني السخانه، ولكن نيوفي شويه كانوا شويه، دابا عرفتوا جايه في جابيت وشاده نيوفي بايد، تيقطرو ليا بلا غريب وتاع عينيا كنحس بهم، راه من البارح كنحس بهم. والله الا جيت لهنا قسما بالله هذا كنت نفس واحد الاكسجين عاودتش ليكم. دخلت بعدا كاين البيت زين بعدا البارح البنات جمعت حوايجي صافي، جمعت حوايجي بالليل، جمعت حوايجي بالليل. الصباح فاش كنت بغي نخرج قالت لي ماما ديني لسميت بابا لجي الطوبيس بغات تمشي لسوق السد، قلت لها 6 ديال الصباح دابا، قالت لي لا خاصها واحد المهندس باغا تمشي عندو سميتو ديني عندو ولد خالتك ديني، قلت لها الوالده راه 6 ديال الصباح حتى تيطلع النهار، وعاد ديك الساعه سيري فين ما عجبك. قلت لها انا بقاي غنعسى في الدار، قالت لك لا عندي الشغالات عند مهندسة عندها شي تخ مع راجلها كتطلب فيه كتقول لي راه ما نقدرش نجي في الكار والصهد وربعة السوايع ولا ديال الكار غنتمحل فيهم، وراجلها مسكين خدام ما عندوش كيدير لها. قلت لها عرفتي انت اش غادي ديري؟ يعني جلسي، قلت لها انا غادي ندي، قلت لها انا كنت غادي هوك غادي نصدق غادي هوك كنوصلك وعاد نمشي فين. خسرت عليهم 20 شريت لي وملي تسالي فلوس كسير راه في الصاك، ملي تسالي فلوس غنسالي فلوسي غنقول لي مسالفهم واه منك ليهم. هانتوما هادي خيتي قالت لي دابا واش نتي مخرجاني؟ قلت لها راه انا اللي خارجه، قلت لها راه نتوما لاصقين فيا عاد تكتباني صافي. دابا اختي فاش كتجي حبيبتك تشد لك البيت الله يعاون، تبقاي تبغي تدخلي اختي خاصك تدقي تدعك صافي نضحك مع بنتي. حيد الصوت الموسيقى ندى فرحانه قلت والله الا واحد الجو هنايا. قالت لي يا نورها مخرجاني، قلت لها لا راه خارجانه، قلت لها راه نتوما لاصقين فيا، قلت لها راه انا باغا نخرج بوحدي باغا نشم الهواء، قلت لها تنجي نجمع باليستي نبغي نخرج تلقاكم وجدتو تسوما يبا يرزقكم ليله. يلا المهم عندها الشغل خصها مع المهندس، راه عرفتو بغي نخرج والله الا مع 6 ديال الصباح. قالت لي ديني عند ولد خالتك راه سميتو باش نشد شي وراق ونمشي من تما لعند المهندس في سوق السد. قلت لها راه باقي الناس حيدو الموسيقى الدريات فكنصور فيديو حيدو الموسيقى. قلت لها عاد يطلع بعدا كي الحال وعادت يعني خليت شي سلعه غدير ليها عند عواطف هي باغا تمشي لسوق السد. ايوا عرفتو راه وصلت لهنا والله الا واحد الريحه الناس ديال المدن ديال البحر الله يتفرحاتكم. كنقول لاختي وربي واش مخليه امك الهواء ومخليه التبراد ومخليه واش تجي
تجي تتشوطي في الصهودات في الحرارة عندنا. بالحق أنا شوية داري شوية باردة. وقال لي دابا تقاودي مع الشرجم، قلت لي من لا راه بلا ما تقاود مع الشرجم، غير اون فوا كنجي لهنا وحق الله النفسيه ديالي كترتاح. فاش كنجي عند حنان اختي في بن سليمان كنتكا، داك الهواء وداك الهدوء سميتو، كنجي اون فوا كنجي كنتكا في عند زينب كنحس بواحد الراحه. حتى دابا قالت لي حنان اختي تكاي كنت في الصاله، قلت لها لا، قلت لها انا غادي نمشي للبيت. قالت لي صافي انت دابا سيري للبيت وسدي عليك، ما يوصل عندك حد كيتنضر راسك. وسبحان الله العلي العظيم، البنات تيقوا ولا ما تيقوش، من الصباح لهنا راني ما رديتش، وفي الدار عندي راه كل وقيته كنرد. الفو كنخرج ديك الحراره وكنرجع كنرد بزاف. ودابا راه من الصباح لهنا راني ما رديتش، الحمد لله اللهم لك الحمد. راه وقع عليا فاش مشيت لطنجه، فاش مشيت لطنجه 4 ايام ما رديتش، حتى رجعت للفقيه بن صالح عاد كنرد بزاف. كانوا بزاف ديال البنات كيقولوا لي خصك ديري الرقيه الشرعيه، وكنخدم غير سوره البقره بعد المرات كنخدمها. لا اله الا الله. الله دابا من الصباح لهنا، واخا زعما كاين الطبيبه كتقول لي لا ما تسوقيش مسافه بعيده وهذه الراحه وما خصكيش تسوقي ما خصكيش الطريق، ولكن واخا هكا كنسوق الحمد لله ربي كيعاونني. وان فوا كان يعني كنبعد على السطخيس، كنبعد على الحراره، البلايص اللي فيهم الحراره وسميتو، وكنولي حتى في النفسيه ديالي كنتحسن واحد شويه الحمد لله. دابا اختي غادي نوض نجبدها بواحد النعسه نرتاح واحد شويه، في العشيه غادي نهبط للبحر باش حيت انا مثلا اصلا بلا ما نكون مريضه ما كنحملوش بالنهار. نورها اللي كانت عندي كتحماق عليه دابا هو تهدمات، ما بقاش عندها معايا بزاف حتى العشيه. وغادي نخرجكم معايا وتشوفوا ان شاء الله فين غادي نمشي. الراحه الراحه الراحه، تبعدي على السطخات تبعدي على المشاكل اللي كاينه احسن. امي 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 عرفتو زيدي شويه هي البيت بيتي وليتي جاري علينا. جريت عليهم قبيله كانوا كيبدلوا حوايجهم. قلت يلا سير الصاله لي وخليوني الناس عاشو نعس نعس تطيب عاد حنان الغدا. جابت ليا مسكينه هنا قلت لها خلي نولي نوض عندكم لي، قالت لي يلا انتي تغدي وعاودي رجعي نعسي ترتاحي. جابت ليا مسكينه القصريه ديالي لهنا، جابت ليا الماء وبلاطو صافي. ضربات عليا بواحد النعسة طلعي ارتاح ليها طلعي لوكا معرفتش واحد الراحة والله. عرفتو البيت كيدخل واحد الغربي تتشمي ريحة البحر وريحة الهوا. البنات انا راه نعست، كان انا علمت كدابا نعست وفاقت كلشي على الجرادة ولا اشنو هي ارنوبة ديال طورهان ديرها فراسي حقا زينب. تانتي لقيت واحد اللعيبه كديرها في عينيك هذاك سميتو كديري كيبرد اللي وسط منا راه تحت الوساده. ملي خديتيها كيبرد وكيسخن، باش المسخون كيسخن مينيسو ديال المحمديه. خاصنا الا مشينا بناخذ شي وحده عرفتي زوينه ديال العينين باش كتنعسي وليني معانا تيكونوا ضاريني عيني وتطلع لي السخانه. نوري لكم البنات ارير هذا واللي وسط منو بنات وسط منو هذا كديريه في الثلاجه باش كيبرد، فيه واحد السائل لداخل واه في شي حاجه بحال الماء ولا ما عرفتش شنو تتبرد شي زوينه. شنو جات لي حاجه اختي، جات لي البغرير صايبت البغريه ديال حاجه اختي او سميت بابا وعمرت لي عتي وجابت لي ماكلتي لهنايا. والبنات قالك حتى هما يبغوا يخرجوا، حنايا غادي نخرجوا دابا ناكل ندير البوتي وعاد نخرج للبحر. راه مشي توجدوا زنوبة ونادا ونور هاد، ما قلتوش لزكريا ولا ما علمتوش بغيتوش يخرجوا معاكم الدراري؟ خلينا والبنات
تنغطاو نديو معانا. احنا يا اختي وصلنا الى هواء البحر. انا كيقول انا غطلقوني تلقوني نتم غادية لان جريت نجلس نقول لبنات انا غطلقوني تلقوني البحر. شوف واو على منظر شحال زويون. كويدات احنا اختي راه بقينا شوفوا واحد الجو في البحر. وانا عاود لكم بقيت جالسه حاضيه يعني شني حتى غربات معولة نبقى جالسه في جالسه هنا. والله ما كرهتش نبقى حتى لديك العشرة الليل لا الساعة. انا دا قلت لك ماما يلا مشي جاني البرد عارف شو دابا عاد بدا كيزيان البحر الناس تيمشيو. هذا هو الجو اللي كيعجبني والله العظيم. ايوا الحمد لله اللهم لك الحمد. غنوض دابا نمشي